أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي الزراعي فني تصنيع غذائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وحدة تصنيع المخبوزات. طبعا درسنا في السنين اللي فاتت في السنة اللي فاتت في السنة على سبيل المثال وحدة الممارسات الصحية الجيدة ودرسنا وحدة الممارسات التصنيعية الجيدة في الترم الثاني ووحدة تجهيز الأدوات ودرسنا في الترم الأول وحدة تصنيع الأغذية الشعبية والمخليات. جاء الدور دلوقتي على دراسة وحدة تصنيع المخبوزات. ده في الترم الثاني إن شاء الله البرنامج الفني تصنيع غذائي نظام الجدارات. طبعًا ثلاث صفوف بتوعنا زي ما إحنا عارفين هندرس في سنة أولى درسنا في سنة أولى ثلاث وحدات، في ثانية برضو هيبقى ثلاث وحدات، في ثالثة هيبقى أربع وحدات داخل قسم صناعات. فصل الدراسي الاول احنا درسنا الثانويه للمؤسسات الصحيه الجيده الفصل الدراسي الثاني درسنا المؤسسات التصنيعيه الجيده وتجهيز الادوات والاجهزه للتصنيع الترم الاولاني في سنه ثانيه درسنا تصنيع الاغذيه الشعبيه والمخللات ده في الترم الاول درا هندرس في الترم الثاني السنه دي وحده تصنيع المخبوزات ووحده تجهيز الادوات والاجهزه للعجائن. السنه الجايه ان شاء الله في سنه ثالثه في الترم الاولاني هندرس مع بعض صناعه العجائن وحده صناعه العجائن ووحده العصائر والمركزات او تصنيع العصائر والمركزات في الترم الثاني في السنة ثالثه ان شاء الله في الدبلوم هندرس مع بعض وحدتين داخل قسم صناعات تصنيع اللحوم ودواجن والاسماك وتصنيع الاغذيه المجمده تصنيع المخبوزات ده في الترم الثاني في السنه الثانيه ان شاء الله ده هندرسها مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين في الصوره مجموعه منتجات من المخبوزات المختلفه دي على سبيل المثال دي بعض المنتجات اللي منتجه عن طريق زمايلكم في السنين السابقه زمايلكم اللي زيكم زيهم بالظبط انتجوا الحاجات دي سواء كانت المخبوزات بتستهلك في اليوم او اللي هتحفظ او تستهلك فيما بعد زي ما احنا شايفين الصوره بتتكلم عن المخبوزات المختلفة اللي إن شاء الله طبعا الملابس المخصصة للعمل داخل معامل الصناعات الغذائية زي ما إحنا قلنا بلطو ناصع البياض أو بلطو نظيف حذاء أمان أو غطاء للشوز غطاء للرأس كمامة وجوانتي كمامة وجوانتي بلطو جوانتي زي ما احنا شايفين في الصورة غطاء للراس كمامه وزي كامل بحذاء الامان او إغضاء اللي انا بحطه فوق الشوز بتاعي الجدارات المتعلقه بتصنيع المخبوزات وتشمل تهدف هذه الوحده الى اكساب الطالب الجدارات المتعلقه بتجهيز الخامات والادوات والاجهزه اللازمه حسب المنتج المرات تصنيع سواء كان خبز بلدي او خبز فرنجي او كيك او بسكويت او حلوى شرقيه او غربيه وكيفية صناعته المنتج ده سواء كان خبز بلدي أو خبز فرنجي أو كيكة أو بسكوت أو حلوى كل أنواع الحلويات إذا كان فطير مع كيفية التعبئة بتاعته والتغليف تعبئة وتغليف المنتج ليفي باحتياجات المستهلك ويحقق مستوى عالي من الجودة والأمان وذلك لإنتاج منتج غذائي آمن صحيا بدءا من اختيار الخامات الجيدة مرورا بخطوات التصنيع وفقا للممارسات التصنيعية الجيدة وانتهاءا بعمليات الحفظ والتداول والاستهلاك طبعا عندنا في الترم ده في او في الوحدة دي خمس مخرجات خمس مخرجات للتعلم يعني عندنا تقييمات بعدد المخرجات لكن كل مخرج بيبقى فيه مجموعة من المنتجات دي هيبقى فيها تقييمات عشان ناخد بالنا أول مخرج معانا يصنع الخبز بأنواعه يصنع الخبز بأنواعه سواء كان خبز بلدي أو خبز فرنجي جميع انواع الخبز هتشوفها مع بعض وهننتجها مع بعض باذن الله. تاني مخرج يصنع البيتزا والفطائر بانواعهم. يصنع البيتزا والفطائر بانواعهم. اه هتصنعوهم باذن الله معانا وهتصنعوهم كويس جدا وهتبقى شطار وهتصنعوهم بايديكم. تالت مخرج يصنع الكيك. كيك طبعا بانواعه بخلطات المختلفه بخلطاته المختلفه بجميع الأطعمة المختلفة أو المزقات المختلفة للكيك هتصنعها بإذن الله وهتعرف طريقة التصنيع وطريقة التعامل بخطوات التصنيع وطريقة تغليف تقطيع وتعبئة وتغليف الكيك بعد كده يصنع المخرج الرابع يصنع البسكوت البسكوت بقى بأنواعه المختلفة بسكوت بأنواعه المختلفة هتصنعهم باذن الله وتعرف كيفيه اعداده وتصنيعه واعداد الخامات بتاعته وازاي بعده وازاي بصنعه وازاي بغلفه اعبيه في العبوات بتاعته بطريقه كويسه مع التغليف المخرج الخامس بقى يصنع الحلوى الشرقيه والغربيه كذا نوع من انواع الحلويات طبعا هنصنعه مع بعض وتعرف طريقة تصنيعهم خطواتهم ايه ببطاقات الملاحظة اللي احنا هنتدرب عليها او هنتقيم بيها ان شاء الله اثناء عمليات تصنيع المنتجات دي المخرج الاول اللي هو معادنا النهاردة او درس بتاع النهاردة اللي هو يصنع الخبز بانواعه في عدة معايير لازم نعرفها اول معيار يجهز الخامات حسب المنتج المراد تصنيعه اي منتج يا شباب له عده خامات لازم اعرفها قبل ما صنع واعدها قبل عمليه التصنيع علشان وانا بصنع ما اقفش على حته صغيره من الخامات مش موجوده فما اوقفش الانتاج فلازم اعرف اي منتج من المنتجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي لازم اعرف جميع الخدمات المستخدمه اثناء التصنيع علشان اكون مجهزها قبل عمليه التصنيع. بعد كده يصنع الخبز البلدي بجميع انواعه. يصنع الخبز البلدي بجميع انواعه. ثالث معيار يصنع الخبز الافرنجي بيولد بانواعه المختلفه بعد كده الصوره دي هتفضل من اسمائكم ثلاث سنين حتى في حياتكم العمليه اثناء التصنيع اثناء عمليه التصنيع لا تعبس في انفك او اذنك او شعرك او عينك اثناء العمل انت لو عملت كده اثناء التقييم هتبقى غير جدير لكن لو عملت كده اثناء التقييم النهائي هتنقص 25 درجه عشان سلامة الصحه المهنيه تستدعي انك لابس الكمامه والجوانتي وغطاء الراس طول عمليه التصنيع لو قلعتهم طبعا نقصت ال 25 درجه كامله بالكامل اثناء عمليه التقييم النهائي في سنه ثالثه في سنة في ثلاث طيب سنين لو عملت أي حاجة من دول بتقضي لحظه كلها بالكامل أنت غير جديد فيها. لأن أول نقطة ارتداء إزاي؟ مع مراعاة السلامة والصحة المهنية. لو أنت مجرد بس عملت كده أو عملت كده أو عملت كده 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 أنت غير جدير في بضغط الملاحظه دي فبالتالي غير جدير في المخرج كله فبالتالي غير جديد في المخرج كله لو عملتها في الفرصه الثانيه طبعا هتبقى برده غير جدير فناخد بالنا يا شباب من حاجات صغيره لازم نلتزم بيها طب نجي نسيب التقييم دلوقتي نفترض ان انا شغال في مصنع طبعا في كاميرات انت تستسهل اتخصم لك يوم او بعض الناس اتفضلوا على طول بره بره المصنع دلوقتي بسبب انه عمل حاجه زي كده احنا بنتعامل مع منتج غذائي فلازم نحافظ على سلامته وجودته. نحافظ عليه من اي تلوث. لازم اكون امين في المنتج اللي انا هنتجه. لازم اكون امين في المنتج اللي انا هنتجه. بعد كده احنا زي ما بنقول لا تحبس في انفك او اذنك او شعرك او عينك اثناء العمل. بعد كده يمنع ارتداء المجوهرات او الحلي داخل صاله الانتاج. زي ما احنا قلنا في الترم الاول في اثناء عمليه تصنيع المخللات والاغذيه الشعبيه او اثناء الممارسات الصناعيه او اثناء الممارسات الصحيه في السنه اللي فاتت. يمنع الاكل او تدخين او مضغ اللبان داخل صاله الانتاج او داخل المعمل. ممنوع الاكل او تدخين او مضغ اللبان او الشرب داخل صاله الانتاج. او داخل المعمل. اذا كان اثناء التدريب او اثناء التقييم ممنوع منعاً باتاً بعد كده ارتداء الزياب المخصوصه اللي احنا قلنا عليها زي ما احنا شايفين في الصوره كمامه غطاء راس بالطو جوانتي وفي غطاء الشوز بتاعك لازم برضه تلبسه اثناء الانتاج بعد كده كيفية غسيل الايدين دي زي ما احنا قلنا عليها باستفاضه قبل كده اللي هم ال 11 خطوه بعد كده مقدمه مع تزايد احتياجات البشر بشكل كبير نتيجه التطورات الهائله التي حدثت في المجتمعات الانسانيه في القرون الاخيره باتت الحاجه ملحه الى تلبيه هذه الاحتياجات من خلال زياده معدلات الانتاج وتسخير كافه الطاقات والامكانيات والقدرات لذلك وقد ادى ذلك الى ظهور العديد من, الف... من المفاهيم الهامه والجديده ولعلها ولعل ابرزها مفهوم التصنيع التي من ابرزها تصنيع المخبوزات والحلويات وتاهيل طالب التعليم الفني لاكتساب المهارات اللازمه في مجال تصنيع المخبوزات والعجائن لسوق العمل. بعد كده تشهد جمهوريه مصر العربيه تطورا عظيما في كافه مناحي الحياه وخاصه في مجال الامن الغذائي وهناك قفزه نوعيه في مجال التعليم الفني وعلى ذلك قامت الدوله بتوجيه صناعة العجائن والمخبوزات التوجيه الأمثل لتحقيق أعلى استفادة ممكنة وذلك بتدريب الطلاب وأكسبهم المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل مما يعاد بالتقدم والرخاء والازدهار لبلدنا الحبيب مصر والله من وراء القصد تصنيع المخبوزات زي ما احنا شايفين مجموعة مخبوزات مختلفة في الصوره قدامنا اهو مجموعه برده مخبوزات مختلفه ادي الفينو وادي القرص وادي الفايش وادي الجاتوهات والطرط الكيك بانواعه كيك وتورته برضو ده كله منتجات زمايلكم في سنين سابقه. أنا يعني عايزك تبقى فنان وأنت بتنتج الحاجات دي تبقى فنان. المواد الخام المستخدمة في صناعة الخبز. قبل ما ننتقل للنقطة دي عايزك وأنت بتنتج أي منتج طلع الإبداع اللي جواك. طلع الإبداع اللي جواك. فنش الحاجة بتاعتك بطريقة كويسة. أنت عندك خطوات بت بت بتبدأ بيها أو بت بتمشي عليها خلاص دي مش بالطريقه المناسبه او الصحيحه لكن تفنيش او الانتهاء من المنتج نفسه عايز ابداع شويه بحيث انك ممكن تنتج تورته واحده بس بكذا شكل بكذا شكل بكذا طعم هتنتج مثلا بعض الفينو مثلا على سبيل باشكال مختلفه باشكال واحجام مختلفه هتندج مثلا بعض البسكوت اشكال مختلفه هتندج جاتوهات مختلفه هتندج تورته مختلفه انواع كتيره باشكال كتيره ذوقك انت ايه في الانتهاء من شكل المنتج بتاعك انت هتطلعه ازاي هتجذب عين المستهلك ازاي ده بحيث انك تخلي انك مثلا لو فتحت مشروع خاص بيك كمخبوزات وحلويات ازاي تخلي المستهلكين او الزباين اللي هتجي تشتري منك تجيلك مرة تانية وتالتة ورابعة. تجيلك باستمرار. المنتج بتاعك بيكون كويس شكله حلو شكله متغير كل مرة، الشكل مش الجودة. الجودة ثابتة. الجودة ثابتة. جودة عالية وتمام التمام. الطعم ممتاز. بس الشكل نفسه. طريقه البهرجه زي ما انت شفت في الصور تورته واحده باشكال مختلفه جاتو باشكال مختلفه كيكه باشكال مختلفه حتى الفينو القرص نفسها باشكال وطعوم مختلفه جدا كتيرة جدا المخبوزات اذا كانت طريه او الجافه المقرمشات انواع كتيره جدا بس انت هتغيرها ازاي؟ الفنان اللي جواك طلعه اثناء الانتاج ده اللي اقدر اقول لكم عليه المواد بقى الخام المستخدمه في صناعه الخبز ومواصفاتها القياسيه المواصفات اولا الخامات الاساسيه والخامات غير الاساسيه المواد الخام المستخدمه في صناعه الخبز في منها حاجتين خامات اساسيه وخامات غير اساسيه الخامات الاساسيه اربع انواع زي ما احنا شايفين النوع الاولاني الدقيق الحاجه الاولانيه دي الحاجه الثانيه الميه التالت الملح الرابع الخميرة بعد كده الخامات غير الأساسية زي ما احنا شايفين تمن تسع إضافات أولها السكر الدهون اللبن البيض مكسبات الطعم والرائحة المحسنات مواد التأثير السطحي الإضافات الإنزيمية غذاء الخميرة أو مواد مغذية للخميرة بعد كده التدريب العملي الغرض من التدريب تدريب الطالب على حساب كميه الميه الصحيحه الواجب اضافتها الدقيقه للحصول على عجينه جيده. الادوات والخامات عينات صغيره من انواع مختلفه من بجيب عينات من الدي. استخلاص ذات استخلاص مختلفه 72 او 82 او اقل. ده عينات مختلفة من انواع مختلفة من الدي. وبجيب ميه اللي صالحة للشرب وللصناعة والاستخدام. عشان مش أي ميه هستخدمها في العجائب. كاسات صغيرة لإجراء عملية العجل. مقلب زجاجي. عشان أقلب بيه. خطة العمل يجرى هذا الاختبار كالآتي يتم وزن عينة من الدقيق ووضعها في كأس يتم إضافة الماء إليها بنسب بسيطة حتى ظهور اللمعان في العجينة أو حتى تصبح العجينة تلتصق باليد ساعة تمسكها ما تلزقش في إيدي أثناء العجن ومنها يستطيع الطالب تحديد كمية الماء اللازمة للعجينة ساعتها ساعة إن العجينة ما تلزقش في إيدك يبقى كده أنا وصلت اقصى حاجه هقدر اضيفها او احسن حاجه هقدر اضيفها من الميه للدقيق او العجينه بتاعتي او لعمل العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين في الجدول ده رقم العينه رقم عينه الدقيق وزن الدقيق كميه الماء المضاف والملاحظات الوزن بتاع الدقيق ثابت من كل الانواع وبحط ميه كميه ميه مختلفه مع كل نوعية مع كل نوع بحط نسب معينة من المية لحد ما أوصل لأحسن نسبة اللي فيها إن العجينة ما تلزقش في إيدي ساعتها بيبقى أحسن كمية للمية هتضاف لنوع الضيق ال... ده عشان أعمل عجينة ممتازة بعد كده صناعة الخبز البلدي زي ما احنا شايفين ادي فرن بلدي على سبيل المثال لتصنيع الخبز البلدي. يعتبر الخبز الغذاء الرئيسي في كثير من بلدان العالم حيث يمد الانسان بكثير من العناصر الغذائيه اكثر من اي غذاء اخر ويعتمد اكثر ويعتمد اكثر من 50% من سكان العالم في تغذيتهم على الخبز في الحصول على اكثر من نصف الاحتياجات من السعرات الحراريه يوميا. بمعنى اصح استهلاك البني ادم وخاصه هنا في مصر بيبقى الاكبر على العيش باعتماده الاكبر على العيش نص استهلاكه في العيش الخبز المسطح الخبز المسطح هو خبز مستدير يتراوح قطره بين 10 ل 60 سم ويسهل فيه انفصال القشره عن قاع الرغيف وتكون فراغ داخلي ناتج من غازات التخمر وبخار الماء بالعجينه. الخبز المسطح العيش العادي. سواء كان عيش بتاع فرن بلدي عادي اللي هو الصغير او الخبز الكبير اللي هو البلدي اللي بيتخبز في البيوت اللي هو الكبير. سواء 10 سم اللي هو بتاع الافران العاديه او اللي بيتخبز في البيوت ودلوقتي برضه بينتج في بعض المخابز اللي هو الخبز الكبير اللي فيه ان الطبقة اللي فوق بتنفصل عن الطبقة اللي تحت بمكونة فراغ الحوائي ما بين الاشلتين ما بين الإشلتين. ده اسمه الخبز المسطح ده اسمه ايه الخبز المسطح الغاز ده بينتج من غازات التخمر وبخار الميه الناتج من العجينة أثناء عملية التسوية الخبز البلدي أنواع الخبز المسطح بقى الخبز البلدي العادي الخبز المرحرح أو العيش الكبير خبز التنورة ده بيبقى عيش صغير برده بس طبقات شوية خبز البتاو ده اللي بينتج في الأرياف خبز المجر ده خمس انواع من انواع الخبز المسطح. زي ما احنا شايفين في الصورة. البتاو ده زي ما احنا شايفين هنا المرحرح اللي هو العيش الكبير بتاو بس كبير شوية. الخبز البلدي اللي هو الصورة بتاع المخابز البلدية العادية أو العيش البلدي العادي اللي بينضج من الأفران اللي احنا بنشتريه كل يوم الصبح. هو الايه الصغير ده التنور ده بينتجه اثناء الاعياد او اثناء المناسبات ده علشان بندق بيه او بصنع بيه بعض الحاجات التانية او باكله كده مع اللبن الخامات بقى المستخدمة في صناعة الخبز البلدي دي استخلاصه 82% الخميرة الملح الردة الناعمة مراحل انتاج الخبز البلدي مرحله استلام الدقيق يتم استلام الدقيق استخلاص 82% طبقا للمواصفات القياسيه اللي احنا عارفينها مرحله العجن توضع في حاله العجان كل 100 كيلو جرام دقيق استخلاص 82% وحوالي 750 جرام او 1000 جرام كيلو لربع او كيلو ملح نقي ومن نص كيلو لكيلو خميرة طازجة مضغوطة 12 ل 15 كيلو جرام خميرة سلطاني وأضافة حوالي من 70 ل 75 لتر ماء ويتم العجن لمدة 20 أو 30 دقيقة ويلاحظ أن هذا النوع من الخبز يتميز بارتفاع كمية الماء مما يؤدي لإنتاج عجي عجينة لينة تميل للسيولة وهذه إحدى النقاط الهامة التي أدت إلى عدم ميكنة هذا النوع من الخبز لأنه ما ينفعش أنتجه بسهولة في السيول بتاعة الأفران بتاعتنا مرحلة العجين أو راحة العجين وتتم في الحلة تخمير ابتدائي من 3 ل 6 دقايق بسيبها ترتاح بحيث ان العجين يختمر او يزيد دي اسمها مرحله راحه العجين مرحله التقطيع او التقريص ويتم عمليه التقطيع يدويا لكور صغيره او بمساعده عامل يسمى العامل الخراط الخراط وده بيكور العجين لكور صغيره وقطعها بمساعده حافه حله العجين وبعد كده بيقوم بتنسيمها وغمسها بالدقيق وبعد كده عمليه التبطيط فيما بعد ثم يضعها على الطاوله صندوق اللي هو الصندوق الخشبي بتاعه مغطى بطبقه من الرده بسمك من نص الى واحد سنتي الرده هنا سمكها يا نص سنتي يا واحد سنتي ويوجد امام الخرائط ميزان لعمل ششني على وزن القطع كل فتره وهو يستطيع القيام بتقطيع حوالي 1300 قطعة كل ساعة يعني العامل ده بيقطع الكور دي حوالي 1300 قطعة كل ساعة بعد كده الخدع أو الفرد أو التبطيط في عامل تاني بيقوم برش جزء من الدقيق على سطح الأرغفة الموجودة بالطوائل ثم يقوم بخدع القطع الدقيق وتحويلها من الشكل من الشكل الكروي للشكل المسطح علشان يفرد العيش بتاعنا بقطر حوالي من 10 ل 16 سم وذلك باستخدام بطن اليد اليمنى وبساعدة بطن اليد اليسرى يبطط العيش بحيث انه يخليه مستدير من 10 ل 16 سم والتخمير النهائي يتم رص الطاولات الخشبيه فوق بعضها حتى يتعرض العجين للهواء واخر طاوله من اعلى يتم تغطيتها بشوال او قطعه من القماش وتوضع الطاولات في مكان دافئ لزمن من 45 ل 60 دقيقه ويلاحظ ان العجين معرض في هذه الحاله الى درجه حراره مناسبه للخميره ويوجد... وأيضا وجود الرطوبة النسبية الناشئة عن بخار من قطع العجين مما يساعد على كفاءة عملية التخمير لزيادة العجين أو زيادة الرغيف بعد إتمام عملية التخمير يقوم الطولجي العامل اللي هو بيشيل طاولات ويجيبها بين الطاولات دي لجوار الفرن بنقلها لإيه حتة جنب الفرن بمساعدة مساعد الفرن بقى الأرغفة المتخمرة دي المختمرة وبينقلها على سير الفرن أو من الطاولة إلى المنخل السلك حيث يتم التخلص من أكبر قدر من الردة الناعمة أسفل الرغيف لو أنت عايز تتخلص من كمية كبيرة من الردة لو أنت متخلصتش بإيدك قبل ما تحط الرغيف على السير بتحطها على منخل سلك كبير بحيث انه بينقل منها الرغيف على السيور وهنا بتبدا عمليه الخبيز بتاعتك وايضا تساعد عمليه اهتزاز الرغيف على المنخل على زياده قطر الرغيف ثم يكون فران بنقل تلك الارغفه الى كف الكوريك وهو جزء خشبي الذي يقوم بادخال الارغفه الى داخل الفرن إلى داخل الفرن وبعد انتهاء التسوية والتي تتم في درجة حرارة 500 درجة مئوية ولزمن حوالي 2 دقيقتين يقوم الفران بإخراج الخبز باستخدام جزء خشبي آخر يسمى البروة يجب تهوية تمن حاجة بقى يجب تهوية الخبز البادي قبل البيع والاستهلاك برصه على أقفاص من الجليد الفاصل اللي احنا بنشوفها في الفران البلدية دي مقصود بيها بهوي العيش بتاعنا او الخبز بتاعنا بحيث انه ما مرة تانية او ما يفقدش جزء من الصلابة بتاعته بعد كده مواصفات العجين الذي يسهل خبزه مواصفات العجين مكتمل عملية العجن متجانس العجين بتاعي متجانس في العجان وصول العجينة لدرجة التخمر المثلى بحيث لا يكون ما يكونش ناقص خميرة أو يكون مقصر. الناقص خميرة أو مقصر دي بياخد فترة بيقول لك العيش مقصر، العيش مقصر يعني ناقص خميرة، ناقص سوى. ناقص سوأ جوه قبل ما أحطه على على الفرن. ما استواش ما نضقش العجين نفسه ما ما زادش العجين ما زادش ما اختمرش ده ناقص خميره او مقصر لا يكون العجين جامد ناقص ميه فعلشان كده لازم العامل او العمال اللي عجنوا العجين بتاعي او قاموا بقم... باضافه الحاجات بتاعتي لازم يكونوا متدربين كويس على عملية العجن على عملية العجن والإضافة لا يكون العجين جامد أو ناقص كمية من المية لا يكون العجين مفتوح زائد كمية من المية برضو كمية المية زيادة بتخلي العجين بتاعي مسيل معايا ما يتفردش بسهولة هو هيتفرد معايا بس ما هيتلم يعني إيه؟ آه ما اقدرش اعمله اقراص او ما اكوره ما اقدرش اكوره بيبقى سايل سايب من بعضه سايب من بعض ده ما ينفعش معايا في العيش او في الخبز زي ما احنا شايفين دي عملية العجين دي عملية العجين زي ما احنا شايفين في الصورة أهم التغيرات التي تحدث أثناء صناعة الخبز البادي إيه الحاجات اللي بتتم اثناء الصناعة او اثناء الخبيز. اولا التغيرات تحدث اثناء العجن. الحاجات اللي بتحصل وانا بعجن لسه. ايه هي؟ اول حاجة حيث تتكون الشبكة الجليتونية التي تحصل فيما بينها حبيبات النشا ومع استمرار عملية العجن يكتسب العجين مرونة ومناطقية خاصة. ان المنطية هنا اللي يقصد بيها الفرد بتاع العجين. الفرد العجين. تغيرات تحدث اثناء التخمر اللي هي زياده حجم العجين. زياده حجم العجين. يتم تحلل النشا بواسطه انزيم الالفا اميليز أو الالفا او البيتا اميليز الى سكر مالتوز ثم يتحول الى جلوكوز تتغذى عليه الخميره. مكونه ثاني اكسيد الكربون المسؤول عن انتفاخ العجين وانتاج الكحول الايصيل علشان كده بيرتفع العجين بتاعي. عشان كده بيرتفع العجين بتاعي ده نتيجة التخمر اللي بيتم بسبب وجود الخميرة علشان ثاني أكسيد الكربون اللي نتج مع كحول الإيصايل اللي تم أثناء عملية التخمر تكوين بعض المواد المسؤولة عن تحسين الطعم والرائحة مثل الألدهيدات والكيتونات والإصرارات اللي هي مسؤولة عن طعم خبز اللي احنا عارفينه زيادة حجم الخبز العيش نفسه طبعا انت بتبقى شايفه طبقة واحدة اتحطت على السير اتحطت على السير فلما بيزيد بسبب حاجتين ثاني اكسيد الكربون اللي موجود داخل العجين لما سخنت العجين مجرد السخونة بتاع العجين نفسه زادت نسبة ثاني اكسيد الكربون مع بخار الميه ادى الى انفصال الطبقه اللي فوق الاعلى عن الطبقه السفلى فادى الى وجود فراغ بسبب الغاز غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود فده ادى الشكل النهائي للعيش اللي انا بشتريه او العيش اللي انا بصنعه. ثالثا التغيرات التي تحدث اثناء الخبيز والتسويه. زياده ضغط الغازات والابخره داخل الرغيف وزياده حجمه زي ما احنا قلنا بسبب الغازات بيزيد حجمه ويرتفع السطح الاعلى عن السطح السفلي. يقف نشاط الخميره وحدوث جلتانه للنشا وامتصاص حبوبات النشا للميه وانتفاخها. ده زود برده حجم الرغيف. حدوث دنطره للبروتين حيث يفقد البروتين خاصيه المرونه مما يساعد الى تثبيت تركيب لوابد الخبز بتلاقيه الرغيف ثابت تلون القسرة باللون الذهبي او البني وهو ناتج عن كرمالة السكر او تفاعل ميلر اللون اللي انت بتشوفه للعيش اللون العادي اللي انت بتشوفه للعيش العجين قدامك لونه فاتح لكن لما بيجي داخل الفرن بيطلع لونه غامق شوية ده نتيجة وجود السكر أو تلون القصر باللون الذهبي نتيجة كرملة السكر أو تفاعل ميلارد المشكلات التي تحدث في صناعة الخبز البادي وكيفية تلافيها في مشكلات بتقابلني وأنا بصنع العيش أتلافيها بقى إزاي ده اللي هنشوفه مع بعض أول ما تحدث أثناء الخميس أولا دقيق ده 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 شديد العرق ده اللي أنا لو استخدمت دقيق المفروض أستخدمه مع المكرونة لو استخدمته مع العيش إيه اللي يحصل هتلافيه ازاي زيادة فترة العجن بعجينه فترة, فترة أطول زيادة فترة راحة العجين بسيبه فترة شوية قبل ما أقطعه تقليل كمية الملح بقلل كمية الملح اللي أنا استخدمها استعمال المية السخنة المية السخنة هنا بتزود لي عدد الأرغفة كمان معايا هنا ده عشان يتلافى العرق بتاع الدي اللي أنا استخدمته به ضعيف العرق يمكن يتم تلافيه كالاتي تقليل فتره العجن يبقى العكس بتاع هاي زياده كميه الملح المضافه تقليل استعمال الميه السخنه ده بستعمل معاه ميه عاديه من حنفية عجين ناقص التخمير او عجين مقصر ده اللي بنشوفه في بعض في بعض المخابز انت بتجي تشتري العيش يقولك لك استنى شوية عشان العجين مقصر العجين مقصر يعني لسه ما اختمرش ما قطعوش فعشان كده بيزود المدة بتاعة التخمير بيزود مدة التخمير يمكن علاجه بإطالة فترة التخمير بزود المدة بس بزود المدة لو انا ما خميره كفايه انا بطول المده بسبب ان انا ما ضفتش خميره بكفايه خميره كفايه او الخميره كانت ما كانتش كويسه عجين زي التخمير او عجين متخمر زياده عن اللزوم يمكن علاجه باصلاح في خبزه بخبزه بسرعه ماسيبوش في فتره تانية بقطعه وبططه بسرعه واحطه على السيل بتاع العجين يعني بتاع الخبيث او الفرن سيل الفرن علشان اخبزه بسرعه ده لو زايد في التخمير بتاعه ثانيا المشاكل الخاصه بالخباز بالخباز نفسه بقى المشكله اضافه الميه اثناء العجن دفعه واحده في مشكله اناء العجان دلق الميه مره واحده ده بيؤدي لايه ان الدقيق بتاعي ما تشربش ميه كفايه مما ينتج عنه عجين ضعيف غير متجانس بتلاقي شويه دقيق في حته او مجعلص في حته بمعنى اصح زي ما بيقولوا داخل الافران بتلاقي بعض العيش بتلاقي قطع دقيق قطع دقيق او كميه دقيق مكوره كده داخل العجين ده بسبب ان العجان مضافش المية سنة سنة لأ لا المية مرة واحدة ده بيؤدي الى عدم تجانس العجين او الارغفة بتطلع مش مظبوطة تلافيها ان نضيف المية تدريجيا سنة سنة إضافة الماء المغلي بهدف الإسراع من التخمير يؤدي إلى قتل جزء من الخميرة وانخفاض كفاءة التخمير. فبعض الناس بيضيفوا مية سخنة زيادة عن اللزوم ده بيؤدي للضعف في الخمير بيؤدي لضعف في الخمير. ده أتلافاه إزاي؟ إن أنا المية الدافية بتاعتي اللي أنا بضيفها مية دافية مش مية مغلية زيادة عن اللزوم. أو بضيف أو بخلط المية المغلية مع ميه بارده قبل الاضافه للدقيق اثناء العمل. زياده نسبه الملح عن 1% يؤدي الى تظبيط نشاط الخميره وبطء عمليه التخمير. هتلافها ازاي؟ ان انا استخدم كميه مظبوطه من الملح على تكفي كميه الدقيق مناسبه لكميه الدقيق. بعد كده سرعة الخراط في تقطيع العجينة بهدف زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى عدم تساوي قطع العجين في الوزن. في بعض الأفرام بتاجي وأنت بتشتري تلاقي الغيف كبير تلاقي الغيف صغير. ده بسبب إن الخراط بيقطع بسرعة. عايز يخلص. فهنا مش متدرب على تجانس القطع، تجانس القطع. لو اتدرب على تجسس القطع وكل فترة بيوزن الكورة بتاع العجين اللي هو قطعها على حسب الوزن المناسب ايده هتاخد على الوزن المناسب ايده هتاخد على الوزن المناسب فبالتالي الخباز ساعات يجي يفرد العجين هيكون العيش متناسب معاه او القطع مناسبة فبالتالي هيطلع العيش أو الخبز بتاعي متساوي. التلافيها بقى إيه؟ التقطيع واستعمال الميزان كل فترة للتأكد من تساوي قطع العجين. استعمال الطوائل الخشبية بدون تكريت. التكريت هنا معناها إن استخدام طوايل مش نضيفة إحنا قلنا لازم ساعة أكون في موجود في مكان الحاجات بتاعتي انضفها قبل عملية الانتاج او بعد عملية الانتاج يبقى لازم هنا استخدام طوائل نظيفة وسليمة هنا بدون تنظيفة من بقايا العجين المنتظر في قدي ذلك قطع العجين القديمة في قاع الرغيف تلافيها ان استخدم طوائل نظيفة وسليمة ان ننظف انظف الطوائل باستمرار المشكلة عدم استخدام المنخل السلك المقلوب يؤدي إلى وجود ردة زائدة في العجين مما يؤدي إلى احتراقها بالفرن. تلافيها الاهتمام بوضع العجين في على المنخل وهز المنخل جيدا للتخلص من الردة. عدم الاهتمام بعملية الخدع والتبطيط يؤدي إلى خبز ملتصق الشطرين. لازم الخباز وهو بيبطط الخبز بتاعي على الطوايل لازم يكون مدرب كويس على عملية التبطيط بتاعة العيش بتاعتي علشان يطلع عيش متجانس ويبدا مع السخونه لينتج الغاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه فيؤدي انفصال الطبقه العليا عن الطبقه السفلى ويطلع العيش اللي احنا عارفينه بشكله المعتاد ما يبقاش لازق في بعضه كده احنا خدنا تصنيع الخبز البلدي فيما بعد ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله في الحلقه القادمه ناخد مع بعض في الاسبوع القادم ان شاء الله تصنيع الخبز او الفرنجي او الفينو ان شاء الله ده هنشوفه في الحلقات القادمه ان شاء الله وبكده هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته